عودة لكم مشاهدينا ومتابعين صفحيتنا معكم لليوم. أكيد بنذكركم بكل مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتقدروا تكونوا عم ترجعوا تتابعونا، فيسبوك، إنستغرام، تويتر أحلى صباح، أو حتى كرمال حلقة كاملة على يوتيوب أحلى صباح تيلي ليبان. بحوارنا هلأ رح نروح لأصغر استاذين بالكونسيرفاتوار، زاد خليفة وإبراهيم رجب. إبراهيم رجب هو عازف ومدرس على آلة العود بالكونسيرفاتوار، وزاد على آلة الدف بالكونسيرفاتوار الوطني. ولكن اول شيء صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبدا هيك الحوار، شو رايكم نروح مع المشاهدين بمقطوعه هيك موسيقيه؟ يلا يلا. اكيد اكيد اكيد. والله عليكم، يعني حتى صحيح انكم مدرسين وبالكونسيرفاتوار ومحترفين، بس انه اسم الله عليكم هيك بلا نوتة بلا شيء، وكيف التناغم بيناتكم. قبل ما ننتقل طبعا للحوار والتناغم ويعني أهمية الإيقاع بالموسيقى، رح نبتدي معك إبراهيم رجب. حضرتك موسيقي من الشمال، تحديدا من المينا. صحيح. خريج الكونسيرفاتوار بدرجة ممتاز بمادة العود، عازف ومدرس لآلة العود بالمعهد الوطني العالمي العالي للموسيقى بالكونسيرفاتوار وبمدارس ومعاهد خاصة، وأيضا مؤلف موسيقي وملحن لقصائد غنائية ومقطوعات موسيقية آلية. بداية يعني اختيارك لهالآلة، خاصة انه هي شرقية يعني بتمثل كتير حضارتنا وثقافتنا. صحيح. خبرنا اكثر عن اختيارك لهالآلة. هو كل شيء بيرجع من البيت، يعني لما بتكوني موجودة بين اهل عم يسمعوا كل الوقت عربي اكيد، وعم يسمعوا الهوية اللبنانية الفلكلور اللبناني. صحيح. صدفة انه يعني انا بالبيت الاصغر شيء، يبقى في الجيل الأكبر دايماً عم يسمع الأكثر يمكن الرحابنة، وعم يسمع يمكن كمان المحاور أم كلثوم وإلى آخره. بقى أكيد تأثرت بهالمادة هيدي، وأنا بصدفة كمان الوالدة صوتها بتغني يعني، الله يخلي لك إياها. تأثرنا أكيد بالموجودين من الفنانين العرب، كانت العود أقرب شيء لألي صراحة. يعني بتعبر أكثر شيء عن شخصيتي. صحيح.
دائما في يعني فنانين او عازفين من هن وصغار هيك مثلا كانوا يتسللوا على حدا، يسمعوا حدا عم يعزف، يروحوا يمكن على بعض النوادي مطرح ما بيعزفوا. لو تخبرنا كان عندك شيء تجربه من هالتجارب؟ بدايه بلشت اني اسمع اكيد فريد الاطرش، كنا نسمع ما في بيت الا ما كان نسمع حتى كمان عبد الوهاب والى اخره، وصولا لانه كمان تاثرنا ب الصوت، يعني صوت العود هو صوت حنون صراحه. وانا اللي قدرت اني اسمع ونفذه هو اكثر شيء الاسطوانات الكاسيتات، حتى لما كنا نسمعهم قبل نقدر نسمع باستمرار هذا الكاسيت، ان كان مارسيل خليفه كمان بنوجه له تحيه طبعا، ان كان يعني قدره الاله العود تكون الوحيده اللي هي عم تفهمني يمكن. واكيد في النوادي نحن بنذكر في عنا بالمينا بيت الفن، كان كثير من النوادي اللي هو كان يستقبلنا، كنا نعمل فيه البروفيت، وكنا حتى كمان ندرس البرايفت يمكن ندرس المادي بشكل خاص. اكيد هون بدنا نوجه تحيه لطرابلس كلياتها، يعني دائما بنظهرها بصوره بشعه ولكن لا، هي مدينه النور والثقافه بالفعل والفن. بالفعل المدينه اللي عن جد فيها امل. يعني بذكر نحن بعدنا كنا عم نحكي من شوي انه انا واستاذ زاد انه المينا بالتحديد يعني فيها فنانين كثير، يعني من كان رسم ونحت، من كان حتى كمان موسيقى واصوات حلوه، ونحن بنشهد كل اسبوع تقريبا كونسرت بيكون موجود وحفل غنائي احيانا بيكون. أكيد رح نرجع ننتقل معك لواقع الموسيقى بلبنان، تحديداً لدراسة آلة العود، خاصة أنه حضرتك مدرس، وواقع الموسيقى بالشمال تحديداً. ولكن رح ننتقل لزاد خليفة، حائز على شهادة ليسانس من المعهد الوطني العالي للموسيقى بالإيقاع الشرقي بدرجة ممتاز عام 2018، كمان أستاذ بالمعهد الوطني العالي للموسيقى لآلة الرق والفرق الموسيقية الطلابية منذ العام 2018 أيضا، وعندك أعمال فنية كمان هيك أطلقتها على السوشيال ميديا أبرزها أنت يلي هي فردية من ألحانك وتوزيعك من كلمات بطرس روحانا، يمكن هو خالك أو صح، وغناء الياس زيادة. كمان عندك غنية يعني بتحاكي الواقع يلي هي الهوية، كمان عملت معها فيديو كليب، بلش بمناشدة الواقع ورجعنا انتقلنا إلى المناشدة بالتغيير، وكمان شاركت بالعديد من الحفلات إن كان بلبنان والمهرجانات أو حتى بالخارج. زاد يعني كمان نفس السؤال، يعني أنت من عائلة فنية من الميلتين، إن كان من ميلة الوالد أو حتى من ميلة الوالدة، شو اللي كمان دفعك أكثر إنك تنقي هيدي الآلة بالتحديد؟ هلا بس بالبدايه بحب اقول شغله، انه نحن عزفنا بالاول موسيقى بعنوان موسيقى الخيام اللي هي لمارسيل خليفه، هي موسيقى عملناها بس كانت حاله الكورونا بأوج وبعز، كانت بالصدفه على فكره بعز الاقفال العام يعني، فطلع هذا الفيديو يلي نحط على السوشيال ميديا بشكل عفوي، فحبينا اليوم هيك نبلش فيه تنذكر كمان بكيف انا واستاذ ابراهيم يعني اشتغلنا لاول مره سوا بهالفيديو الصغير. بالنسبه لآلة الرق، اول شيء تاثرت باستاذي هو استاذ علي الخطيب، كنت صغير انا كنت احضر حفلات لشرب الروحانة الفنان، بوجه له تحيه كمان، عازف العود والفنان العالمي، كنت صغير روح احضر حفلاته، كنت اتاثر انه كيف آلة صغيره مثل هالآلة يقدر يكون اوقات بيكون لحاله على المسرح مع الفرقه كعازف ايقاع في رق، بس ما يكون في طبله او درامز او فرقه كامله، اتفاجئ انه كيف هالاله الصغيره بتقدر تعطي كل هالصخب او كل تقدر انه تملي فراغات معينه، مع انه هالاله بتغطي ريجسترات معينه بالموسيقى، منا اله كثير كبيره من هالناحيه. فمن هنيك بلش حبي للآلة وتوسعت بغير آلات بعدين، يعني عبر دراستي الموسيقية بعدين. اسم الله عليكم، يعني كلياتكم بالبيت اخواتك. صحيح انت صحيح. شرب الاكيد روحانا الفنان الكبير اكيد بنوجه له تحيه، هو خالك ايضا، واللافت انه قلت له استاذه ما قلت له
خالي. لا انا كنت عم بحكي عن استاذي كنت عم بحكي عن استاذ علي الخطيب اللي هو استاذ الآلة يلي انا يلي انا تأسست فيه بالاول وكفيت معه بعدين ومع استاذ وليد ناصر اكيد اللي هن اساتذه بالمعهد العالي ورجعت كفيت بعدين يعني بغير آلات وبغير باركور يعني. طيب بنرجع بنسمع هيك معزوفه ثانيه شو رايكم؟ اكيد يلا يلا تحيه لك. صباح منيحة وبركي بنشتغل يعني يلا. يا ضارب دوري فينا يلا. جد يعني قديش هالقلتين بنفس الوقت مقدر نسمع هيك أغاني هادية وكمان بينوجدوا بأغاني يعني ما بعرف كتير بالموتكنيك بس إنه بأعلى الموسيقى بتكون أعلى بيبقى الـ الـ يعني الإيقاعية بتضبط يعني بتضبط الـ إذا بدك الإيقاع بتضبط المغنى حتى وفي عنا نحن ميزة بالموسيقى العربية ما بعرف اذا صح التعبير نحن مترونوم اجمالا يعني مش كتير محبز يعني نحن في الموسيقى العربيه دائما بالمغنى بناخذ وبنعطي يعني بده يكون العازف بيكون عم يغني اساسا لو ما عم يغني بده يغني بآلته صحيح. ففعليا نحن بنقول انه عازف الرق هو بيكون كمان عم يغني خصوصي انه كمان هالآلتان يعني بيتخاوا كتير سوا يعني هي آلة الرق آلة مرافقه يعني للعود بالاساس صحيح. يعني صحيح وبيتكاملوا مع بعضهم بالمطرح طبعا. إبراهيم يعني
أقدم دلائل أثرية تاريخية لآلة العود بتعود لتقريبا 5000 سنة. صحيح. شمال سوريا. صحيح. وطبعا وجد الكثير من الأثرات عن آلة العود. اليوم يعني عبر التاريخ وصولا ليومنا هلأ، كيف بتحس الإقبال على آلة العود تدريسها؟ هل في تلاميذ بعدها بتحب، خاصة أنه حضرتك أستاذ ويونغ بعدك شاب وعم بتدرس هيدي المادة الموسيقية، وبنفس الوقت هل عم بيكون في إقبال كمان للشباب؟ بهالأيام كتير عم نحس في إقبال لآلة العود، لأن دايما من آلة العود بيتاخد المطرب المغني المؤدي والعازف بحالة الطبيعة، عم يكون في إقبال عليها لسبب، لأنه عم نرجع للأصل، يعني لا يصح إلا الصحيح. العود هو آلة، يعني آلة بتحمل هويتنا، ما فيش الواحد يهرب من هويته. صحيح. وخصوصا انه نحن حتى بالكونسرفاتوار ماده العود هي بتلازم الاشخاص اللي عم يعملوا اختصاص المغنى العربي، الغناء العربي، يعني كمان ليصحح اذا بدك ليصحح غنائه، ليصحح مخارج الحروف حتى كمان، لانه كمان بدنا ننتبه انه آلة العود هي كمان آلة بتعتمد على العزف بالريشه، فاذا فيها نوع من الايقاع. يعني كله بيكمل بعضه احيانا. اوكي. ونفس السؤال كمان لزاد، يعني آلة رق ايضا، هل عم بيكون في كمان اقبال لتلاميذ عبالهم يتعلموها تحديدا، او اوقات بيروحوا لانه مجبورين يتعلموها؟ هلا هي آلة الرق عم نحكي بالكونسرفاتوار الوطني. بالكونسرفاتوار في اختصاص للرق، في اختصاص للطبلة، وفي كثير اختصاصات بقلب الايقاعات بشكل عام. هلا الرق كآلة اختصاص بعدها لهلا ما كثير في هيك حماس من الطلاب ليفوتوا فيها، بس الشيء يلي بيلفت انه يلي عم يدرس طبله في كثير منهم عم ينقلوا على الرق، وفي منهم عم يعملوا الآلتين سوا. فخصوصي عند الطلاب الصغار بالعمر في على طول هيك مثل نقزه على الآله، لانه شوي هيك اذا بدك مهمشه حاليا بظل هالاوضاع للاسف. فإذا بدك الطبلة هي آلة أكثر يعني شعبية أو أكثر مزبوط، يعني محبذة عند الناس، كونها يعني بتفوت وين ما كان، شائعة أكثر. شائعة أكثر، مع أنه هي إذا بدك الأساس، الأساس الإيقاع العربي، أساس الموسيقى العربية والتخت الشرقي اللي نحن بنعرفه اليوم. فيلي بفوت على المعهد ليعمل ايقاع او ليعمل طبله بيدرس رق، اول فتره بيكون شوي نقزين لانه فيها شويه صعوبات، فيها شويه اذا بدك تقنيه مختلفه عن طبله واصعب، بس لما يتعلق بالاله شهرين ثلاثه اربعه لقدام بنحسه انه لا بلش يحب الاله، يعني صحيح، يعني هي بس بالاول في شويه صعوبه، بعدين عم بيحبوا وعم يتعلقوا، وفي منهم عم بكفوا بس رق، يعني عم بكفوا للاخير، لانه بيعتبروا يمكن بالبدايه انه التكنيكس يمكن صعبين او مش رح نستعملها او في شيء بيغطي عنها. طيب زاد، قبل ما ننتقل لابراهيم، اليوم واقع الموسيقى بلبنان خاصه اخر سنتين، يعني قطعنا بفتره كورونا والحجر المنزلي وغيره من الظروف الصعبه، شو واقع، كيف توصف الواقع الموسيقي اليوم بلبنان؟ هلا بفترة كورونا كان الواقع الموسيقي صعب شوي، يعني نحن الموسيقية أول ناس تضررنا ويمكن آخر ناس نرجع. صحيح. من بعد ما تخلص هالجائحة، فقعدنا بالبيوت، يلي عنده سفر وشغل برا ما عاد قدر يسافر ولا يشتغل، والتعليم صار عن بعد وكمان أصعب، خصوصي مع ناس شوي بيكونوا يمكن مع الأطفال أو اللي شوي صغار بالعمر، بصير التواصل صعب وبظل هالأوضاع. فكان في شويه صعوبات من الناحيه، يعني من الناحيه التعليميه ومن ناحيه الحفلات والسفر وكل شيء، مشاريع ثانيه. صحيح. هلا الواقع الموسيقي شوي صعب، بس شوي شوي عم يرجع كمان من بعد ما، يعني مع هلا عمليه التلقيح وهيك بالعالم عم ترجع تفتح شوي كل المشاريع والحفلات والمهرجانات، يعني ان شاء الله شوي شوي ترجع تمشي الامور عالميا ان شاء الله، وعنا كمان يعني. ايه على امل، خاصه بلبنان يلي كان يشهد كثير من الحفلات. صحيح. وحتى طبعاً طبعاً. من المهرجانات. صحيح، مهرجانات والمسرحيات الغنائيه ايضا. صح. يلي كانت كمان تضم لها العديد من الالات، وكانت الداعم الاساسي للشباب، يعني كانت مفتاحهم لطبعا الشهره يمكن اذا هن حابين يخوضوها. ابراهيم ترجع لك اليوم بطرابلس تحديدا، نعم. لما بيعرفوك انه انت بتعزف على آلة العود، شو اول كلمه بتسمعها؟ كنت اخر فتره عم بسمع كثير عازف الامل،
كانوا بيحكوني، لانه كان دائما نحن يعني مثل ما بيقولوا باللغه هيك الشعبيه انه حيرتنا ضيقه ونعرف بعضنا. فكل الجلسات وكل الاصحاب بدهم اخر شيء بالنهايه يسمعوا امل، يعني بدهم يسمعوا شيء يفرحهم، شيء يكون مرافقنا بالفرح وبالحزن حتى كمان. يعني انا بذكر كثير منيح لما اي مناسبه تصير كان دائما العود بشكل اساسي ينطلب، يعني حتى بالمينا حتى بطرابلس حتى بالشمال بشكل عام دائما في الهويه العود ما عم تنسى. وانا كثير بكون مبسوط بهال يعني بهالعنوان هيدا، لانه صحيح. منه نحن بنقدر نزرع عن جد الامل. وجودكم اليوم معنا تسلمي لي، هيدا يمكن بيسموه سلاح عن جد اللي فينا نحارب فيه، صحيح. اللي هو انه بدنا نصبر وبدنا نزرع ثقافتنا. اهم شيء ما تفلوا من لبنان، باقيين؟ يعني ان شاء الله عاد ما بنقدر باقيين، لطالما عم نعزف مع استاذ زاد باقيين. هي تسلم. يا اهلا وسهلا فيكم، يعني اول شيء بتلفزيون لبنان، ثاني شيء نحن بنفتخر فيكم وبنكبر فيكم لانه اليونج بيبل كلها عم بتفل، فبالعكس بدنا نعطي شيء للبنان تيضل مستمر. وبما انك عم تحكي عن الامل هيك، شو رايكم كمان نسمع شيء اضافي ونعطي امل زياده للمشاهدين؟ يلا ان شاء الله نسمع. يلا بنت الشلبيه مثلا. بنت الشلبيه عروسه. يلا لهيدي الغنية صراحة. جايين على فكرة يعني جايين مش كثير محضرينها، يعني صارت القصص بسرعة. لا اسم الله عليكم، هلا بعد ليش المعروفة بدنا نختم بشيء رابع، واكيد اسم الله عليكم جاهزين دائما. ولكن قبل ما نختم زاد، انت كان في عندك مشاركات بالخارج بفعاليات موسيقية بمهرجانات ومع فنانين معروفين، خبرنا اكثر عن هيدي التجربة. هلا انا مزبوط عمري شوي صغير، بس يعني بهالاربع خمس سنين قدرنا نعمل شوية تجارب يعني ساعدتني وعطيتني خبرة يعني أكبر بالموسيقى وإذا بدك بتجربة المسرح بحد ذاتها، لأنه ما نهيني تعزفي قدام 1000 و2000 و3000 شخص و5000 شخص. فكان عندي مشاركات يعني كتير حلوة بعتز فيها، يعني مع مارسيل خليفة، مع شربي روحانا، مع جابرييل يارد، مع عبدو شريف، مع كثير من الفنانين يعني يلي شاركنا معهم، ان كان بحفلات ولا مشاريع ولا حتى تسجيلات ولا مسرح غنائي. فهذا الشيء اكيد بيعطي يعني خبره لحدا انا بعمري وحدا بعده اذا بدك باول طريق، واني اتواجد مع ناس هالقد عندهم خبره وهالقد عندهم هن كمان تجربتهم، هذا الشيء كثير انا ساعدني وعم بيساعدني وحيضل يساعدني لبعدين. يعني اكيد الموسيقى مجال واسع وبضل هيك بدك تضلك اب تو ديت، يعني الوقفه على المسرح دائما لك دائما بيتعلم شيء جديد الواحد، دائما لك رهبتها ولا يعني صعوباتها اللي مش دائما لها علاقه بس بالموسيقى بحد ذاتها. يعني
هل عن جد يعني لما الموسيقى أو الفنان بيوقف على المسرح يعني أمام خاصة أعداد كبيرة من الجماهير، عن جد أوقات بينسى حاله لما بيقرب من الآلة الموسيقية؟ صحيح، يعني أغلبية الفنانين بيواجهوا هالشغلة أكيد، وخصوصي لما يكون في حفلات شوي صاخبة جماهيرياً قدام 5000 شخص وقدام كمان هيدي هيك الحرارة، يعني بين أو إذا بدك هالتواصل بين يعني المسرح والناس وكل هالمهرجانات، في على طول يعني في نوع من التواصل بيصير بين الموسيقى أو بين حتى يعني صاحب العمل أو صاحب الحفلة وبين الجمهور والناس اللي عم بيزقف كل الوقت، يلي عم بيغني أو عم بيعيد الغنية ورا الفنان أو ورا أو حتى إذا في عازف عم بيقصن. صحيح. كمان هذا الشيء بيساعده انه هو اكثر يبدع اكثر، بس يحس في مثل نوع من التحفيز من الجمهور، يعني في تفاعل. هذا شيء حلو، هذا شيء حلو، مش كل الناس بتحسه يعني. شو رايك ابراهيم بهذا الموضوع؟ انا بالنسبه لي اكيد على المسرح خصوصا، يعني قبل دقائق مش الواحد بينسى، بس مثل ما حكى استاذ زاد بضل في رهبه دائما وبضل بيسال اعظم الفنانين، يعني مزبوط بضل بيسال الشخص او الموسيقي بيسال حاله على المسرح شو بدي اقدم، يعني صحيح شو بدي احكي لا احكي، يعني شو بدي اقدم، لانه اكيد المقطوعه الموسيقيه اللي بتنكتب واللي بينعمل لها بروفيت بدها على المسرح بدها ترجع تاخذ مساحه او بدها ترجع تاخذ وقتها مع الجمهور، يعني بدها تاخذ هي شخصيتها مع الجمهور. شكرا لكم ابراهيم رجب عازف ومدرس، شكرا لاستضافتكم لتلفزيون لبنان، شكرا لكم، يعني عن جد اعطيتونا امل وهيك صبحيه حلوه مع المشاهدين هيك ينسوا شوي المشاكل. ابراهيم رجب عازف ومدرس آلة العود بالكونسرفاتوار، زاد خليفه عازف ومدرس آلة الرقبي الكونسرفاتوار ايضا. هيك قبل ما نختم كمان بنسمع مقطوعه موسيقيه وبنرجع بنروح لبريك. يلا شوفي شو يلا. بتحب استاذ ابراهيم؟ يلا اللي بتحب. Thank you.